حمص حي القرابيص، ها هي المتاريس التي كانت تحصن خلفها عصابات بشار الأسد. حجر أسود وخفان، أكثر حائط اثنان ثلاثة، وها هي أعلامهم تركوها خلفهم. هذه هي نعالهم العسكرية، انظروا إلى التحصينات التي يتمترس خلفها ويقومون بالقنص يعني رغم ما يمتلكون من قذائف دبابات ومن شلكة ومن بي ام بي ومن صواريخ، ويمتلكون من ذخيرة وأسلحة ثقيلة والطيران الحربي والطيران المروحي وبراميل التي ان تي، يعني رغم ما يمتلكون يتحصنون خلف متاريس. يعني والله لا، الجيش الحر لم يفعل هذه المتاريس، يعني هم محصنين بدباباتهم ولم يستطيعوا الصمود أمام ضربات الجيش الحر، حتى أنهم تركوا لباسهم العسكري ونعالهم أيضا. هذه التي تركوها خلفهم، هذه المتاريس التي يتحصنون بها أيضا. يحصنون نفسهم جيدا رغم ما يمتلكون من عتاد حربي وأسلحة ثقيلة.